تكلمتوا عن الريل، تكلمتوا عن المشاريع، تكلمتوا عن امتدادها من يعني من خارج قطر، من خارج الدوحة قصدك، من خارج الدوحة قصدك امتداد للمشاريع. اسمع انك تروح تكون في الشمال والجنوب، تربط يعني مناطق كثيرة. الخطوط الله يسلمك، يعني شوف هو اهم خط الخط الاحمر اللي هو انت سميتوها باسامي الخط الاحمر، خط الاصفر، الخط الاحمر، الخط الاحمر. طبعا هو شو المقصود فيهم؟ شوف الخط الاحمر في تصاميم اكثر من الذهب ياخذ اكثر. لا لا طبعا عشان عشان الحمر، لا الاحمر على مشاريع الاحمر خدمات. الاحمر دائما هو اهم خط في اي مكان، يعني تروح له في اي مدينه اذا خط الاحمر في المترو هو دائما يكون هو الخط الشريان الرئيسي. تسميته بالاحمر لأنه بيواجه لا صعوبات، هو علامته 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 يعني الخط الاحمر علامه لا بس نشرح لا شيء ما باحمر عشان انه صعب ولا بيواجه صعوبات، احمر على اساس انه مهم وان اكثر الكثافه السكانيه حذاء اي ما بنى عشان انه فيه صعوبات. القطار مقسم من داخل يعني الكباير مثلا في كلاس 1 مثلا درجه اولى اكيد عوائل حق العوائل والنساء والاطفال حلو، وفي حق يعني بعد يعني ايضا محافظين على عادات المجتمع تقاليده من خلال هذا الوضع. اكيد التذاكر مثلا الحين البحر يدخل من تحت ولا فوق؟ لا ما في بحر، ما يمر البحر. مركز على موضوع شلون تسوون القطار، ما يمر على البحر، لا ما يمر على البحر. لا تذاكر ممكن الحين ما ناخذ هاي التذاكر اللي هي مال الطلاب قطار على جسر، في جسر بينبني في البحرين وش بيكون فوق الجسر. حلو. احنا الله يسلمك تكلم عن تذاكر ابو ابراهيم، التذاكر الله يسلمك طبعا بتكون على اخر يعني ما وصلت له التكنولوجيا. انت متكلم من بعد 7 سنوات اكيد راح تطلع اشياء جديده، تطلع يمكن حتى بتليفونك او يعني بسمارت فون الحين او هذه التليفونات تصير فيها خدمات، تصير مثل الكريدت كارد يمكن تحطها بس وتمشي على الخط وانت ماشي. صحيح. البطاقات الذكيه هاي كلها سمارت. الله يسلمك في اليابان، في اليابان الله يسلمك تدفع ما يحتاج بوك بجوالك تدفع. نعم على طول بس حط الباركود بس مال الجوال والباص والتكاز وحتى يعني هاي كلها بتكون اعتقد يعني واحد نعم التقنيات عاد بعد انت يمكن احنا هاي اللي احنا نشوفها الحين، لكن بعد يعني خلينا نقول 5 سنين و7 سنين بتجيك بعد تقنيات اكثر. تحط في بالكم يعني تصورات يعني بحق بعد 5 سنين 10 سنين شو اللي بيصير، التغيرات الجديده اللي راح تصير في المجتمع عندنا في التكنولوجيا كلها الامور هذه. ترى الجانب التقني مقطع بعطي الجانب التقني الله يسلمك يمكن للحين احنا ما يعني خلني اقول ما ركزتوا عليه؟ لا مش ما ركزنا عليه، هو في البرنامج لكن نعم. تقريبا من السنه الجايه بيبدا احنا ان شاء الله انه يكون هذا الجانب التقني اللي فيه التذاكر وفي القطارات وحتى تصاميم القطار. ترى الحين احنا يمكن اللي نعرض هني تصاميم المحطه بس مش قطارات. مش تصميم القطار نفسه او طريقته او ديزاينه بالنسبه أو للاشياء الثانيه احمد. شوف هو تدري انت انت الحين هو انت بيتم ترسيه المناقصه على مورد وطبعا محطوط في شروط المناقصه انه يتم تطبيق افضل التكنولوجيا اللي بتكون موجوده أيوة. في الوقت يعني ان شاء الله وقت التدشين، بس بعد انت لازم يعني تطبق شيء مطبق، ما تعمل بايلوت بروجكت على المشروع المتوقع يعني. متى بيخلص المشروع على على حسب هو مراحل اكيد مراحل. المرحله الاولى متى بتسلمونا ان شاء الله في 2019 اكتوبر 2019 ان شاء الله حسب البرنامج نتخلص. المهم ما جيت هنا شله وبارد. احنا ابو علي شوف احنا اللي نقوله هو ترى يخدم احتياج الدوله صح يعني ومثل مش ما مش مربوطين في ترى 22 يعني صح. اوكي 4 أسابيع بطوله يعني مو بهي خلينا نقول يعني طبعا ما تنبنى بنيه تحتيه حق بطولة حق هال4 أسابيع هي صح. اصلا بس هذا يعطيكم دافع انكم تشدون حيلكم. لا بس صراحه انا بقول شغله بعلي عمرك يعطي للجانب فكره عن قطر متطوره وانا هذا اي صحيح هالشيء وهذا هذه بس انا والله اليوم انا بقول شغله ابو احمد انا والله صراحه يعني عجبني من كلام ابو احمد انه بعد العزيز سموحه انه يقول ترى احنا الشغل اللي قاعدين نشتغله ترى مو بحق كاس العالم صحيح احنا قاعدين نشتغل حق قطر نعم اي بالضبط يعني تطور نطور البلاد نشتغل حق قطر حق الاجيال يعني حق تطويريه بنيه تحتيه حق عشرات السنين يعني وانت جزء من الخط يعني رؤيه سمو الامير الله يحفظه 2030 التنمية الاقتصادية. طيب انزين التنمية الاقتصادية انت التنمية الاقتصادية اذا ما عندك احدث المواصلات واحدث وسائل النقل سواء العامة او الخاصة شلون بتوصل لها كتنمية اقتصادية؟ واحنا نتكلم هذه بعد رؤية 2030 لكن بعد ما بعد 2030 بعد تحتاج بعد يعني امتداد للشبكة امتداد للمحطات امتداد حتى يمكن تجيك يعني وسائل اخرى للمواصلات يعني ما دام في امتداد الخطة اللي موجودة الحين حق الريل اللي في قطر مشبوكة
لان احنا نسمع ان في شبكه بتكون بين دول مجلس التعاون. نعم. فهل الخطه موجوده يعني انها تكمل؟ العلم من عند احمد. شوف احنا عندنا ثلاث مشاريع رئيسيه، والهدف انك تربط مشاريع النقل كلها بعضها ببعض. فعندنا مشروع قطار النقل الخفيف في الوسير، هو ترام يخدم مدينه الوسير مربوط ببعد بالمترو، المترو يخدم يربط مدينه الوكره بالدوحه بالخور بالريان بمعيذر، وناس الشيء هالمترو في محطة تربط المترو بدول الخليج، وعندنا إن شاء الله محطة أو خط يوصل الدوحة بالسعودية، وخط يوصل الدوحة بالبحرين عن طريق الجسر مثل ما قلنا. بس أنا برجع والله حق سؤالك بخصوص زيارة سمو الأمير، يعني هي يعني أعتقد هي يعني دافع وحافز جدا حق يعني جميع الموظفين بشركة الريل لبذل مجهود أكثر، بحيث أنه أنت لما تشوف القادة أو التوب أي دولة هو مهتم بالمشروع، أنت تبذل يعني إذا بدأ ما تبذل 200% على أساس أنك تحاول إن شاء الله أنك تدشن المشروع وتنافسه في الوقت المحدد. وغير كذي بعد يعني مثل ما قلنا المشروع ممتد من 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 شمال الدوحة للجنوب ومن غربها للشرقة، ترى بعد يعني وزيارة سمو الأمير بعد يعني ترى إحنا يمكن 50% أو 60% يمكن عام النجاح بالنسبه لشركة الريل، 40% بعد يعتمد على الجمهور، يعتمد على المواطنين، يعتمد على الستيك هولدر مثلا اشغال الكهرباء البلديه، وجماعه جدا متعاونين معانا. يعني بس بضرب لك يعني شوف زياره سمو الامير ما شاء الله واهتمامه، بضرب لك بس مثال بسيط يعني. فكن في العرض اللي صار حق سمو الامير فذكر مهندس سعد انه والله في احدى الشوارع في يعني ما اقول انه مشكله في شيء معين، قال لا انا هاي الموضوع انا عارفه من اسبوعين وثلاث اسابيع متكلم مع رئيس الوزراء فيه، وكان رئيس الوزراء موجود وزير البلديه، قال اي نعم احنا خلصنا. يعني شوف انت يعني العلم يعني احنا ما توقعنا انه صراحه احنا يعني في اداره تنفيذيه انه والله ما شاء الله يعني سمو الامير قبله باسبوعين واحنا قاعدين نتكلم الحين عنه. الامير مثقف متعلم على راس البلد كله، لازم يكون عنده خلفيات عن كل شيء. نعم لا يعني احنا هذا اللي يعطيك الدافع انك تشتغل، يعني ما شاء الله انه يعني حاضر يعني عارف التفاصيل اللي 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 موجود وشلون تمشي. يعني هذا طبعا اللي يعني يقول عبد الله، يعني انت لما تحس ان مثل ما قلنا ان يعني حرم الدوله قاعد يتابع الموضوع، انت تكون حريص اكثر يعني، فانت تكون انت بعد عندك حافز اكثر انك تنفذ وتخلص وان شاء الله يعني انك تبيض روحك. فهذا يعني يعني يعطيك دافع اكثر، وحتى حتى الاجانب اللي موجودين وحتى المقاولين. تفضل. فيه تنسيق مع دول مجلس التعاون المجاوره لنا يوصلوا القطار حتى يشتبك مع قطارنا؟ الله يسلمك، في لجنة فنية مواصفات موحدة بتكون محطوطة حق الجميع، بحيث أن القطار يقدر يشتغل في الدوحة وفي السعودية وفي البحرين وفي الكويت وفي العمان، فمحطوطة مواصفات موحدة أن الكل يقدر يستخدم نفس القطار. بس على أساس نفرق أبو علي، في قطار يربط الدوحة بدول الخليج وفي مترو يربط المناطق الداخلية. سوالف المترو والزحمة ما راح تخلص. العشاء بارز يا أبو علي، وتفضل على العشاء. حياكم الله، حياكم الله، ساعة المباركة والله. هي مال الله هي اللي